احتج فلاح ولاية ميلا على غياب الأسمدة والبذور في عز حملة الحرث والبدر. احنا نعانيو في الدوك هذا في الزريعه، احنا روطار ديما الاخرين في الفوسفات، عندنا مشكل تاع الزريعه مش ناقصه في الميزان، كاينين عوام فاتوا نعطيها في الباسكولا، هي نورمالمون 50 كيلو نعطيها في الباسكولا 45 كيلو. حنا البروبليم تاعنا وهنا ما عندنا حتى محقورين محقورين، حنا المسؤول هذا اللي في الشركه هذه ما نعرفوهش ما نعرفوهش. ما كانش تجي الصباح يقول لك لما قاعد انت هنايا، روحه ما كانش، والجماعه هنايا راهي تدي تدي فيه كاملهم يديو. البسيط الفلاح البسيط دي ما عندوش المعرفة ولا ما عندوش تليفون ولا ما عندوش أي حاجة ما يديش. الأسمدة الأزوتية ضرورية جدا خاصة لمحصول الحبوب، وغيابها يهدد بتلف الحقول. الجيشو بالصفورة يعني صفر خلاص، يعني كما نحطوش حبوب وما نحصلش، يعني ما فيها شك يعني هذه خلاص. دوك أنا فاصل كندي وراح ندي ندي نحطو في نطيشو في الدار، سما ندير مصروف على ظهري وزيد ندي نحطو في الدار ونخليه. فرغم وصف ميلا بالولاية الفلاحية إلا أن الإمكانات تبقى قليلة. ترى باغ إكزومبل الشلغوم تلقاه كاين ديسبونيبل تاعنا هنا تاع البلاد يدير 500، على هنا تحت تملي تاع 700. حسن نفهموا هذا مكان، هذا لوزين تاع الدوله، ليري هذا تاع الدوله اللي تقولوا انتم ليري اصفير طران اللي هو منشر اللي تشتيوه كل، صرا لهم مشكل كبير في الخروب وراهو العام والخاص يعرف بالمشكل هذا. لهذا الشيء هذا صار التاخر هذا، التاخر هذا ان شاء الله احنا واش درنا؟ رجعنا للحل الثاني ليري النيطاق راه هذا اللي راهو عندنا ديسبونيبل دوكا اللي تقولوا له انتم تاع الروس. هذا على بالي جاكم شويه غالي، راهو يدير زاد اوغمونت البري تاعو، زاد في البري تاعو راهو يدير 670. السلطات المعنيه مطالبه بالتحرك وايجاد البدائل بتوفير كافه المتطلبات من اجل موسم فلاحي ناجح.